الأهلي والزمالك السنة دي في الدوري ممتاز بوجود الفرق اللي مجهزة نفسها بشكل كويس، سواء سيراميكا، سواء بنك الأهلي، سواء بيراميدز، سواء فيوتشر، سواء فاركو. هتبقى محطات العطلة كثيرة ولا لا؟ لا، فرق تنافس لكن صعب جدا تاخد، يعني صعب جدا تاخد دوري. لا انا ما قلتش تاخد دوري ولا انا قلت لا قلت تنافس ولا قلت تاخد. لو عطلت انا بقول تعطل. موافق لو عطلت هتعطل بنسب قليله جدا، مش هتاثر على المنافسه. يعني القصه عند الاهلي والزمالك طبعا ابرز الفرق اللي ممكن تعطل الاهلي والزمالك مين؟ فيوتشر واحد، يعني فيوتشر بيراميدز طبعا مليون في المية، فرقة كبيرة وتمتلك إمكانيات كبيرة. فيوتشر بيراميدز، فاركو مع كابتن مجدي عبد العاطي ماشي بشكل كويس جدا. دول أقوى ثلاث فرق. بعد كده بقى يجي طبعا سموحة، الاتحاد السكندري، أسامي كبيرة طبعا. سموحة والاتحاد السكندري متهيألي الخمس فرق. سيراميكا بيلعبوا كرة حلوة قوي بصراحة. في فرق كتير، بس في الآخر 90 دقيقة ضد الأهلي أو ضد الزمالك يعني هتعطل بنسبة قليلة، مش هتأخر التنافس بين الأهلي والزمالك في الآخر في التوتال. بعد ما يعدي مثلا حوالي 20 مباراة 25 مباراة ويبقى فاضل لك 7-8 أسابيع على الدوري، هتلاقي الأهلي والزمالك بينافسوا بعض برضه. الزمالك السنة دي نفس طويل؟ كابتن، يعني نادي الزمالك زي ما كابتن وليد بيقول، يعني نادي الزمالك والأهلي يبقى محطوط في حته كده معينه. انا شايف نادي الزمالك ونادي الاهلي يعني زي ما كل موسم احنا نادي الزمالك نادي الاهلي نادي الزمالك بيراميدز، الحاجات اللي الفرق اللي احنا اللي بنشوفها دول، انا شايف اللي في ناس ممكن تعطل الفرق.